السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تلقاكم هاد لا فيديو وانتم في اتم الصحه والعافيه. ومرحبا بكم معايا في قضيه جديده. القضيه اللي غنتكلم لكم عليها هاد الليله قضيه اللي مهمه، لان اللي تورطوا فيها اشخاص اللي عندهم مكانه كبيره في المجتمع، والجريمه كيفاش غتنفذ والطريقه كيفاش غتحل هاد القضيه شي حاجه اللي ما كتدخلش للعقل، وخصوصا في الاخر ديال القضيه غادي تصدموا بواحد الحاجه اللي غادي تسمعوها. شنو هي هاد القضيه وشنو وقع فيها بالضبط؟ اجي ونحكيها لكم. القضيه ديال هاد الليله غادي تدينا النواحي ديال مدينه خريبكة، وبالضبط لواحد الطريق اللي كدير لواحد السوق اسبوعي، يعني سوق اللي كيكون غير مره في السيمانه. واحد الراجل عنده كاميو كيهز فيه الخضره والديسير اللي غيتباعوا في داك السوق. واحد الصباح مع الفجر كما العاده كان دايس السلعه اللي عنده باش يوصلها للسوق. بقات له واحد المسافه قليله باش غادي يوصل للسوق، دخل مع واحد الفيراج وغيتفاجئ بالجثه ديال واحد البنت مسيبه مع الطريق. هو ملي شافها زير الكاميو ديالو مع الطريق ووقف باش يشوف. فعلا ملي قرب حداها تاكد ان داك البنت ميته. مباشره اتصل برجال الدرك اللي غادي يجيو وغيعينوا الجثه ديال داك البنت. اول ما شافوها وبحكم الخبره اللي عندهم تاكدوا ان داك البنت ما ماتش بكصيده، يعني ماشي ضرباتها طوموبيل سيباتها مع الطريق وزادت. البنت ما عليهاش الاثار ديال الكصيده، الاثار اللي كان واضح عليها هما اثار ديال العنف. البنت وجهها كله زرق، يعني غالبا شي واحد تعدى عليها. ملي بداو كيعينوا الجثه مزيان اكتشفوا ان البنت عندها واحد الضربه في الراس ديالها من الفوق، يعني وكان ضرباتها طوموبيل مستحيل غادي تجيها الضربه تما. بالاضافه ان حوايجها كانوا مكرفسين، القميجه اللي كانت لابسه كانت مقطعه والجين ديالها كان مكرفس. ولين الحوايج اللي كانت لابسه داك البنت حوايج اللي باينه فيهم غاليين بزاف. رجال الدارك ملي شافوا الهيئه ديال داك البنت، الحوايج اللي لابسه، الشعر ديالها كيفاش مقاد، قالوا غالبا هادي غتكون بنت شي عائله ميسوره، لان داك الصباط اللي كان في رجليها، السروال اللي لابسه، القميجه، لي زيكسيسوار ديال شي وحده اللي باينه فيها لاباس عليها. بقاو كيعينوا البلاصه اللي لقاو فيها الجثه وداروا واحد المسح لداك المنطقه كامله. واخا هما كانوا متاكدين ان القضيه ما كتعلقش بحادثه سير، ولكن قالوا غادي نتاكدوا. رجعوا مع الطريق وشافوا واش كاين الاثار ديال شي عجلات البلاصه اللي لقاو فيها الجثه، واش كاين لاطراس ديال العجلات، واش ممكن ان شي طوموبيل تكون ضرباتها وزادت. ولكن ما لقاو حتى شي حاجه اللي ماشي طبيعيه. الجثه بقاو كيقلبوا حداها ما لقاو لا ساك لا حتى شي حاجه، الشيء اللي غيخلي رجال الدارك يبداو يقلبوا الجثه في الجياب ديالها. كانت لابسه قميجه بيضه فيها جيب القدام، بالاضافه لواحد السروال ديال الجين. ملي قلبوا في الجياب ديالو غيلقاو عندها واحد البادج اللي مكتوبه فيه جوج ديال الحروف اللي هي ام و اس، بالاضافه للسميه ديال واحد النادي اللي كان معروف. في الجياب القداميين وفي داك الجيب الصغيور غيلقاو عندها واحد جوج ديال السويرتات. من غير هذا الشيء ما لقاو حتى شي حاجه. سولوا داك الناس اللي لقاوهم واقفين حدا الجثه، حيت ملي جاو الدرك الملكي ووقف مول الكاميو بزاف ديال الناس اللي تشوقوا. رجال الدرك قال لهم شكون فيكم اللي اتصل بينا؟ هذاك السيد اللي عنده الكاميو قال لهم انا اللي اتصلت بكم من بعد ما لقيت الجثه ديالها. انا ملي شفتها مسيبه مع الطريق قلت ربما تكون مازال حيه ومحتاجه للمساعده، داكشي علاش وقفت. خداو البيانات ديالو وبداو كيسولوه واش ما لاحظتي شي حاجه اللي غريبه، واش ما بانتك شي طوموبيل سيباتها وزادت، يعني شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. ولين داك السيد اللي كيسوق الشاحنه قال لهم انا ما شفت شي حاجه، كنت غادي طريق خاويه مع الفجر بانت لي غير الجثه مسيبه، ملي تاكدت انها ميته اتصلت مباشره بكم. فعلا هزوا الجثه ديال البنت باش يديوها للمصلحه ديال التشريح من بعد ما خداو الاذن من النيابه العامه اللي سمحات بالتشريح ديال الجثه. الطبيب ديال التشريح ملي بدا المعاينه ديالو في الجثه اول ملاحظه قال لهم مستحيل انها تكون قصيده، هاد البنت غالبا تعرضت لواحد العنف اللي كان كبير، لان الجسم ديالها كله كان معرض لواحد الكدامات اللي كانوا صعابين. العينين ديالها الضومه ديال وجهها كانوا متاثرين بداك العنف اللي تعرضت له داك البنت.
الراس ديالها ملي قلبوا غير لقى فيه واحد الضربه اللي كانت كبيره. الطبيب ديال التشريح قال لهم غالبا هاد الضربه كانت بواحد الخشبه كبيره اولا بواحد الزرواطه كما كنقولوا، لانها جايه في مقدمه ديال الراس. بقى كيكمل العمليه ديال التشريح ديالو واكد لهم ان البنت فاقده العذريه ديالها هذه مده طويله، بالاضافه انها كانت حامله في شهرين. الطبيب ديال التشريح قال لهم ان سبب الوفاه الرئيسي هو الارتطام ديال الراس ديال الضحيه بالارض. قال لهم غالبا شي سياره كانت غاديه بسرعه وهزوا البنت وسيبوها من الطوموبيل، الشيء اللي خلى الراس ديالها يتضرب مع طريق الشانطي، داكشي علاش توفات، لان لقاو الجمجمه ديالها كلها مهرسه تقريبا. الضربه اللي كانت عندها بداك الزرواطه بالاضافه للضربه اللي ضربت راسها مع الارض، الشيء اللي خلاها توفى في الحين. رجال الدارك رفعوا البصمات ديال داك الجثه اللي لقاو باش اول حاجه غادي يحدوا الهويه ديالها. رجعوا للبلاصه اللي لقاو فيها الجثه وداروا واحد المسح للمنطقه كامله، لان داك المنطقه كانت تقريبا واحد المنطقه غابويه، كانت الطريق اللي كدير للسوق وفي الجناب ديالها كاين غير الشجر. فعلا رجال الدارك رجعوا لداك المنطقه وبداو كيقلبوا على اي حاجه مهمه، ولكن ما لقاو حتى شي حاجه اللي غتفيدهم. اول ما خرج ما لقاو حتى شي حاجه اللي غتفيدهم. من بعد ما خرجت النتيجه ديال البصمات لقاو ان الامر كيتعلق بواحد البنت اللي سميتها مريم، الاب ديالها سميتو عمر، وهي اصلا الاصل ديالها من واحد القريه في النواحي ديال مدينه برشيد. هاد القريه كانت واحد القريه صغيره وقريه نائيه، يعني الناس ديالها ناس اللي كلهم على قد حالهم. ولكن البنت ملي لقاوها كانت لابسه حوايج اللي الماركه ديالهم غاليه، الصباط ديالها كان كيسوى زباله ديال الفلوس. ولكن كيفاش البنت عايشه في هاد القريه واغلبيه ديال داك الناس ديال القريه ما في حالهمش نهائيا وهي لابسه هاد الحوايج؟ اول حاجه داروها رجعوا لداك السوارت ولداك البادج اللي لقاو في الجيب ديالها. داك البادج ملي قراو السميه ديال النادي اللي مكتوب فيه هو واحد النادي كاين في مدينه الدار البيضاء، وهذا النادي فيه مقهى مطعم ملهى ليلي. ولكن الناس اللي كيدخلوا لذاك النادي هما ناس اللي لاباس عليهم، يعني اغلبيه الناس اللي منخرطين تما خصهم يكونوا مخلصين عام عادي يمكن لهم يدخلوا. الناس اللي كانوا في ذاك النادي اولا في ذاك الكلوب ناس اللي لاباس عليهم، يعني اغلبيتهم عندهم مراكز مهمه في المجتمع، كاين فيهم السياسيين، كاين اللي معروفين، وكاينين وحدين اللي كيتحسبوهم النخبه ديال المجتمع لانهم بصح لاباس عليهم. الواجب ديال الانخراط ديال داك النادي كان ماشي سهل، يعني غير الفلوس ديال الانسكريبسيون اولا ديال التسجيل كانت تقريبا 20000 درهم. عاد داك الساعه الا دخلتي الريستوران خصك تخلص، الا دخلتي للبار خصك تخلص، اي حاجه بغيتي ديريها في داك النادي غيخصك تخلص. يعني الفلوس ديال الاشتراك غير باش داك النادي يبقى حكر على واحد الطبقه. مشاو لداك النادي وسولوا داك رجال الامن اللي كاينين في الباب. في الاول بداو غير كيوصفوا لهم البنت، قال لهم راه في السن ديالها تقريبا 24 سنه، الشعر ديالها زعر زوينه اكثر من القياس، وهاكي دايره، يعني بداو كيعطيوهم مواصفات. ولكن داك رجال الامن قال لهم راه بزاف ديال البنات اللي كيجيو هنايا حنا راه مايمكنلاش نتعرفوا عليها الا جبتوا الباتش ديالها والسميه الكامله ديالها. فعلا رجال الدارك وراوهم داك الباتش اللي لقاو وعطاوهم السميه ديال الضحيه. فعلا مشاو للسجل وبداو كيقلبوا ولقاو ان الاسم ديال البنت فعلا مسجله معاهم تقريبا هذه واحد 6 شهور. داك السيد اللي مكلف بالتسجيل قال لهم هاد البنت راه ماشي هي اللي جات ودفعت الواجب ديال الانخراط، اللي خلص عليها هو واحد السيد اللي سميتو احمد، هو واحد الشخصيه اللي معروفه لانه كان برلماني وسياسي معروف في مدينه خريبكه. قال لهم في الاول كان كيجيبها معاه ولكني كان كيلقى صعوبات انه كل مره يدخلها، داكشي علاش خلص عليها الواجب ديال الانخراط ولات راسها كتجي. يعني كاين شي مرات اللي كانت كتجي بلا بيه، كتجي لهنا كتبقى جالسه واحد المده وكتخرج في حالاتها. رجال الدارك من بعد ما عرفوا القصه الكامله وعرفوا شكون اللي مسجل البنت وخداو الاسم الكامل ديالو، خداو اذن عند النيابه العامه وتوجهوا للفيلا ديالو. اول ما وصلوا ملي دقوا في الباب ديال الفيلا اللي كاينه في مدينه الدار البيضاء خرج عندهم الاساس ديالو، قال لهم شنو بغيتو؟ قالوا له رحنا بغينا احمد، رحنا باغيين نتكلموا معاه. فعلا الاساس ملي شاف رجال الدارك وكاينه السياره ديالهم
دخل عندك السيد اللي سميتو احمد، قال له راجعوا عندك الجدارميه، قال لك راه خصهم يتكلموا معاك. قال له دخلهم. ملي دخلوا لعندو السيد داير رجل فوق رجل كيهضر معاهم هو معفر. قال لهم ياك لاباس، علاش جايين حتى لهنا؟ قالوا له خاصك تفضل معنا للمركز ديال دارك، عندنا شي اسئله اللي ضروري خاصك تجاوبنا عليهم. قال لهم واش نتوما حومق؟ واش ما عارفينش مع من كتكلموا؟ واش ما عارفينش انني عندي حصانه وما يمكنلكمش تهضروا حتى معايا؟ وليني رجال دارك وراو هذاك الايد اللي جايب من عند النيابه العامه. قالوا له عافاك دابا غتفضل معانا، يعني غير شي اسئله بسط وغترجع في حالاتك. فعلا داك السيد اللي سميتو احمد غيتوجه معاهم للمركز ديال دارك. اول ما وصل السيد منفخ وما راضيش حتى يهضر معاهم. غادي يبداو معاه التحقيق، بداو كيسولوه، قالوا له شنو بينك وبين مريم؟ في الاول هو انكر نهائيا، قال لهم انا ما كنعرف حتى شي وحده سميتها مريم. ولين ملي قالوا له انهم مشاو للنادي وتاكدوا انه هو اللي كيجيبها معاه وانه هو اللي دفع لها الواجب ديال الاشتراك، هنا السيد الهضره ديالو بدات كتبدل. قال لهم انا داك البنت غير كنت كنعرفها، مره كتمشي معايا. وليني رجال دارك قالوا له خاصك تحدد لنا نوعيه العلاقه، لان مريم راح نلقيناها مقتوله ومصيبه مع الجنب ديال الطريق. هنا السيد فعلا اللهجه ديالو بدات كتبدل وبدا كيهضر هو مؤدب. قال لهم الطبيعه ديال العلاقه نتوما راه فاهمين شنو بيني وبينها. قالوا له عافاك وضح لنا اكثر باش هكا نكونوا فاهمين كل شيء. قال لهم العلاقه اللي بيني وبين مريم راكم عارفين شنو بيني وبينها، انا وياها عندنا واحد العلاقه، كنتلاقاو مره كنقصرو مجموعين، يعني نتوما راكم فاهمين شنو واقع. قالوا له مزيان، هاد مريم فين كتلاقاها؟ واش كتمشي معها للدار ديالها ولا كتمشي معاك للدار ديالك؟ يعني خصك تفهم لنا كل شيء. قال لهم انا مره كانت ديال واحد الفيلا عندي في طماريس، بعض المرات ملي كتكون الفيرما خاويه كتمشي معايا للفيرما ديالي، بعض المرات كنمشي واحد لابارتمون عندي في الدار البيضاء، المهم كل مره وفين كنمشيو. قالوا له مزيان، نهار الاربع الليله كامله فين كنتي؟ لان الطبيب ديال التشريح حدد لهم الساعه ديال الوفاه تقريبا مع 3 ديال الصباح. قالوا له داك الوقيته فين كنتي فيها؟ السيد جبد لاجوندا ديالو بدا كيقلب. قال لهم نهار الاربع انا راني كنت في قنيطره في المقر ديال الحزب، كنت انا ومجموعه ديال السياسيين، كان عندنا اجتماع وداك الليله راني دوزتها في مدينه قنيطره في واحد الفندق اللي راه معروف، ممكن انكم تاكدوا من الحزب راه فيه الكاميرات، الفندق فيه الكاميرات، بالاضافه للناس اللي كانوا معايا في الاجتماع داك الليله. رحنا مور ما درنا الاجتماع مشينا وتعشينا في الريستورون ديال الفندق وبقينا قصارين تقريبا حتى ل 12 ديال الليل، وداك الساعه كل واحد فينا طلع للغرفه ديالو، ما خرجش من الفندق حتى ل 8 ديال الصباح ديال الغد ليه. فعلا رجال الدارك بداو كيديروا التحريات ديالهم اللي كانت في سريه تامه، لان المركز ديال داك السيد كان مركز اللي شويه حساس. فعلا تاكدوا ان هذاك الليله كان بايت في داك الفندق مع مجموعه ديال الناس، وحتى ملي مشاو للحزب وداروا التصفريغ ديال الكاميرات لقاو ان كان عندهم اجتماع، مورا الاجتماع خرجوا مجموعين، داك الساعه مشاو مباشره للفندق اللي ما خرجش منه نهائيا. المحققين كان عليهم يوسعوا الدائره ديال البحث بحيث ان يمشيو للدار ديالها اللي كاينه في داك القريه اللي في النواحي ديال برشيد. فعلا توجهوا لذاك القريه ومشاو مباشره للدار ديال مريم. ملي دقوا الباب خرجت لهم واحد السيده اللي يكون في السن ديالها تقريبا واحد 46 عام. قالوا لها واش هذه الدار ديال مريم؟ قالت لهم اه سيدي هذه الدار ديال مريم، ولين هي راه ما كايناش هاد الساعه. رجال الدار قالوا لها فين راه بنتك هاد الساعه؟ قالت له شوف سيدي انا ما عندي ما نخبى عليكم، بنتي خدامه في مدينه الدار البيضاء وراه ما كتجيش لهنا نهائيا، تقريبا هذه راه واحد الربع سنين ما بقاتش رجعات لهنايا، كتصيفط لنا غير الفلوس، مره كتهضر معايا في التليفون، ولين راها ما كتجي لا في عيد لا في رمضان لا حتى شي حاجه، كنعيا ما كنرغبها، ولين هي كتقول لي انا داك الدوار هو اللي ما رجعلوش. هنا المحققين سولوها علاش، قالت لهم ما بقاتش باغيه ترجع وصافي. ملي سولوها بنتك فاش خدامه، السيده بدات كتمتم عليهم في الهضره، كل مره كتقول لهم حاجه، ولين في الاخير قالت لهم ما نكذبش عليكم انا ما عارفاش بنتي فاش خدامه، عارفه غير واحد المبلغ كتصيفطوا لباها من شهر لشهر. قالوا لها مزيان، ملي كانت هنايا فاش كانت خدامه؟ قالت لهم ملي كانت هنا في الدوار راه كانت كتمشي تسرح مع باها،
هي والاب ديالها كانوا خدامين مع واحد الراجل اللي عنده بزاف ديال الكسيبه، كانوا كيمشيو يسرحوها له. وماشي غير هما، بزاف ديال الناس ديال هاد الدوار راهم خدامين مع الحاج ليزيد. قالوا لها شكون هو هاد الحاج ليزيد؟ قالت لهم الحاج ليزيد هو واحد الراجل اللي عنده هنا فيرما كبيره، عنده بزاف ديال الكسيبه، عنده الارض كيدير فيها الفلاحه، ولكني راه ماشي هو اللي مقابل، اللي مقابل الارض هو ولده. قالوا لها شحال بقات خدامه معاه؟ قالت لهم خدمات معاه واحد 3 سنين، راه بدات معاه الخدمه وهي في السن ديالها تقريبا غير 13 عام. هنا رجال الدارك قالوا لها انهم لقاو البنت مقتوله ومصيبه في الجنب ديال الطريق. الام ديالها ملي سمعت ان بنتها تقتلات بقات كتبكي وكتغوت وكتقول الله ياخذ الحق، باها هو سببها في هذه الموتى. هنا رجال الدارك ملي سمعوا الام كتقول داك الهضره خلاوها حتى تكالمات وبداو كيسولوها، قالوا لها كيفاش الاب ديالها هو سببها في داك الوفاه. قالت لهم انا غادي نعاود لكم كل شيء من الاول. مريم كانت كتقرا في الاعدادي، واحد الساعه باها قال لها تكلسي من القرايه وغتمشي تخدمي معايا، داك الشيء اللي جبتيه زايد فينا في هاد الدار، فعوض ما قاصاغي كتاكلي وتشربي وزايده هنا حتى بالفلوس ديال الكتوبه غتمشي تخدمي معايا، وداك الشيء اللي غيعطيوه لك كل نهار زايد فيا وفي خوتك الصغار. قالت لهم فعلا البنت جلست من القرايه، وداك العام كانت كتقرا في القسم الثامن وبدات كتمشي مع الاب ديالها كيسرحوا. ولكن ملي كملت 3 سنين والبنت دارت 16 عام، اصلا مريم كانت زوينه في وجهها، الاب ديالها كان كيلاحظ ان ولد الحاج واللي سميتو ناصر ديما كيشوف بنته. داكشي علاش ولا كيطلب مني انني نقاد البنت الشعر ديالها، نزوق لها وجهها، لبس لها شي حوايج اللي كانوا مثيرين. ملي كنت كنسولو علاش قال لها شوفي انا البنت راني بغيت نزوجها بناصر، غنبقى نديها هكا، هو اصلا راه كيشوف فيها كل نهار نبغيها تمشي تسرح وهي كتشعل. الام ديالها قالت له اتق الله البنت باقا صغيره، واصلا هذاك راه عمره ما غيفكر يتزوج ببنتك، حتى الا بغاها غيبغيها في الطريق ديال الحرام. وليني باها قال لها ماشي سوقك، انا عارف شنو كندير، قادي البنت حالتها لبسيها الحوايج وغتبقى تمشي تسرح كما قلت لك. فعلا ولاو كيقادوا لها الشعر ديالها، كيلبسوها مزيان، كيديروا لها واحد شويه ديال الماكياج، والاب ديالها بحال كان كيعرضها على داك السيد اللي سميتو ناصر، وحتى داك اللي سميتو ناصر كانت كتعجبو البنت اللي هي مريم. مشى عند الاب ديالها وقال له انا راني عاجباني بنتك، ولكن البنت يلا عندها 16 عام ما يمكنليش نتزوج بها بالعقد، غنعطيك واحد المبلغ ديال الفلوس وغادي نتزوج بها بالفاتحه، ها هي جالسه معايا هنايا في الفيرما وانتوما غناكم الله، الفلوس ما تبقاوش تفكروا فيها نهائيا. الاب ديالها ملي سمع داك الهضره كان غيطير بالفرحه، قال له ماشي مشكل، حتى العرس سيدي الا ما بغيتيش ديرو ما عندنا ما نديرو به. وفعلا باها بحال لا غيباع بنته، عطاها لداك السيد اللي سميتو ناصر، وفي المقابل خدا واحد المبلغ اللي كان كبير. مريم مسكينه ما كانش باغيه هاد الزواج نهائيا، لان هي اصلا وقبل ما الاب ديالها يدير داك الشيء كان واحد ولد المنطقه اللي هو درويش وعلى قد حاله، الام ديالو جات لعندهم وطلبت مريم للزواج، ولكن باها غير شاف داك الولد جرى عليه وما بغاش يعطيها له نهائيا. ولكن مريم غالبا كانت كتبغي داك الولد، قالت للاب ديالها شوف ابا هانا خدامه معاك، نمشي لمدينه الدار البيضاء نقلب على شي خدمه، ندير اي حاجه وما ترمينيش هاد الرميه. ولكن باها عطاها صلخه ديال العصا وقال لها غديري داك الشيء اللي قلت لك ولا غنخرجك انا كاع من داري. فعلا مريم عيات ما كترغب في الاب ديالها، عيات ما كتطلبو، ولكن باها كانت عاميه الفلوس. هزت داك الحويجات ديالها ومشات للفيرما باش تعيش مع ناصر. هذاك ناصر الغرض علاش تزوج بها كان باين، يعني المعامله كان كيعاملها أسوأ معامله، ولكن في نفس الوقت باها كان مسكتو بالفلوس، اي حاجه بغاها كيمشي عند ناصر كيعطيها له. هاد ناصر كان هو اللي مقابل كاع الفلوس ديال باه، يعني هو اللي عايش في داك المنطقه، باه عايش في مدينه الدار البيضاء، ومره مره عاد كيجي لبرشيد. بقات عايشه هي وياه لمده ديال 6 شهور، وهاد ناصر استغلها مزيان، يعني كل ليله كان كيفرض عليها دير شي حوايج اللي هي ما قابلاش بهم، الطريقه كيفاش كان كيهضر معاها، كيفاش كيعاشرها، كيفاش كيتعامل معاها بطريقه اللي كانت خايبه. ملي كملت 6 شهور شي وحدين خدامين معاه في الفيرما
مشاو عند باه اللي هو الحاج اليزيد وقالوا له ولدك ناصر راه مجلس معاه واحد البنت بلا موجب شرع، يعني ما مزوج بها، ما دايرين العقد وليني راه عايشه معاه. باها كيضل كيقول للناس ديال الدوار بنتي راها مجوجه بناصر. باه ملي سمع هاد الهضره عيط له في التليفون وبهدلو مزيان، قال له هادشي اللي سمعت واش كاين ولا غير كيكذبوا عليك؟ قال له با فعلا راني غلطت وليني هاد البنت انا غنصيفطها لدارهم. فعلا جمع لها حوايجها خرجها مع الباب وسيب لها حوايجها في الزنقه، قال لها سيري للدار ديال باك. هنا مريم كانت ما فاهمه حتى شي حاجه، وحده اللي مازالها صغيره، فجاه لقات راسها مجوجه، فجاه لقات جرى عليها وقال لها سيري عند باك. مشات عند الاب ديالها وهي الحاله ديالها صعيبه كتبكي، قالت له راه جمع لي حوايجي وخرجني مع باب الدار. وليني باها شدها وعطاها قتله ديال العصا كما كيقولوا، ضربه فيها وضربه في الحيط، تيقولها مادام خرجك على باب الدار الا راكي درتي له شي حاجه اولا ما بقاش عاجبو الحال معاك. مريم غير كتبكي وكتقول لها راني ما درت حتى شي حاجه، راه كان كيهضر في التليفون، فجاه بدا كيجمع لي حوايجي وقال لي خرجي عليا من هاد الدار. باها ملي مشى عند ناصر قال له انا ما بقيتش باغي بنتك، ياك عطيتك الفلوس داكشي اللي كان بيناتنا راه حنا فرقناه، اسيدي بنتك راها مطلقه بالثالث. فعلا الاب ديالها رجع للدار وكان كيبرد الفقصه غير في مريم، بقى كيعطيها في العصا لدرجه ان البنت مرضات وبقات غير كترد ما عرفوهاش مالها. وليني ملي داوها للطبيب قال لهم ان البنت حامله في شهرين. هنايا الاب ديالها ملي سمع ان بنته حامله رجع عند ناصر وقالها له، قال له بنتي راه حامله ودابا الله يعطيك الصحه خاصك دير لنا حل، اما غتعقد عليها اما شوف لي شي حل ولا راني غنمشي عند الاب ديالك وغنعاود له كل شيء. هنا ناصر قال له ماشي مشكل، قول لها ترجع للدار ديالها، اسيدي ملي البنت حامله انا غنتزوج بها وغنعقد عليها وغنعترف داك الشيء اللي في كرشها، دابا قول لها تجمع حويجاتها وتجي تجلس معايا مرتاحه على ما توجد لها البطاقه الوطنيه ديالها، لان الساعه اللي تزوجات به كانت حتى لاكارت ناسيونال ما كايناش عندها. قال له سيروا دفعوا الوراق ملي تخرج لها البطاقه غنمشيو للمحكمه وغادي نعقد عليها، داكشي اللي في كرشها راه ولدي وانا قاد به. فعلا البنت جمعت حوايجها ورجعت لعند ناصر جالسه معاه. هذاك اللي سميتو ناصر كان مرجعها لعندو للفيرما، هو عارف علاش مرجعها، يوميا كان كيعطيها تشرب العصير، تيقولها شربي هذا العصير راه عامر بالفيتامين والفيتامين راه مهم لداكشي اللي في كرشك. فعلا البنت مسكينه كانت كتشد منو داك العصير ويوميا كتشربو. وليني في وسط داك العصير هذاك اللي سميتو ناصر كان كيدير لها واحد الجرعه ديال الدواء باش تفقد الجنين ديالها، وفعلا في ظرف سيمانه غتخسر داكشي اللي في كرشها. هو اول ما تاكد ان ما بقاش حمل عاوتاني هز لها حوايجها قال لها داكشي اللي كان جمعنا ها هو ما بقاش، جمعي حوايجك وسيري لدار باك، ما توليش تدوري عندي هنايا لا انت ولا باك، وحتى داك باك ما بقيتش مخدمو معايا، دابا جمعي حوايجك وسيري في حالاتك. مريم مسكينه عاوتاني هزات شاكوشها مشات للدار ديال باها وهي غير كتبكي. الاب ديالها كان ما كيلقى ما يدير كيبرد فيها الحر، يعني كيبقى كيضربها سواء دارت او لا ما دارتش، وخصوصا مور ما جرى عليه من الخدمه. هنايا مريم قررت انها غتخوي كاع داك الدوار. الام ديالها قالت لهم واحد النهار جمعت حوايجها وقالت لنا غنمشي نخدم في مدينه الدار البيضاء، قالت باها بغيتي غير الفلوس انا غنمشي نخدم وكل شهر غنبقى نصيفط لك الفلوس. وفعلا من الشهر الاول اللي مشات كان دائما كتصيفط له الفلوس. ملي بداو كيتاكدوا من الام واش عارفه العنوان ديال بنتها فين كتسكن في الدار البيضاء، وليني الام ما كانت عندها حتى شي معلومه. الام والاب ديالها كانوا عارفين ان البنت خدامه في مدينه الدار البيضاء، وليني فين خدامه اولا فين كتسكن ما كان عندهم حتى شي معلومه. الاب ديالها ملي سولوه قال لهم هذيك ماشي بنتي، انا راني ساخط عليها، هذيك راه جابت لي العار ودارت لي وجهي في التراب، البنت خايبه وفلوسها زوينه، يعني شي حاجه اللي ما كتدخلش للعقل. عيو ما كيحقوا معاه، وليني تلك الاب كان عايش في هذا العالم بوحديتو، كان كيعرف غير الفلوس ويقيل متكي ما عنده الغرض حتى في شي حاجه. حتى ملي سمع ان بنته ماتت ما تهولش كاع من جهتها، هي مريم بالنسبه له
كانت وحده اللي غير كتصيفط له الفلوس كما كيقولوا، ما مربيش عليها الكبده نهائيا. بالنسبه للمحققين كانوا كيظنوا انهم لمشوا عند والديها غيوصلوا لشي خيط في داك القضيه، ولاني لقاو راسهم قبالت باب مسدوده. داكشي علاش غيرجعوا لمدينه الدار البيضاء وبداو كيكملوا التحريات ديالهم. العياو ما كيقلبوا، ولكن في الاخير لقاو راسهم انهم مضطرين عاوتاني يجيبوا داك البرلماني ويعاودوا معاه التحقيق. ملي سولوا على الدار ديال مريم قال لهم انا ما كنعرفش الدار ديالها ومستحيل انني نمشي معاها للدار ديالها. انا كانت الا بغات تمشي معايا كتمشي اما للدار ديالي اما للفيلا اما للفيرما. الهضره اللي قلت لكم في الاول راه هي اللي كاينه. قالوا له ولكن انت كيفاش تعرفتي عليها؟ قال لهم انا نقول لكم الشيفور ديالي ديما كيدير لي حوايج لواحد المصبانه، ومره مره ملي كيكون غيجيبهم كنكون جالس في الطوموبيل من اللور. حتى لواحد النهار بانت لي مريم وعجبتني، لان هي بصح وحده اللي ايه من الجمال. لا الوجه ديالها لا الفورمه ديالها لا الشكل ديالها، كانت وحده اللي مثيره. قال لهم اول ما شفتها البنت فعلا عجبتني. صيفط الشيفور ديالي قلت له سير كلم لي داك البنت. فعلا هي جات عندي حتى الطوموبيل ديالي. اول ما طلعت عليا ملي قلت لها طلعي البنت طلعت في البلاصه. كانت وحده اللي كتعرف تهضر كتعرف تصرف، بالاضافه انها كانت زوينه بزاف. كنت ملي كنبغي نقصر كنديها معايا لداك النادي، ولاني مي مبقاوش كيبغيو يدخلوها خلصت لها الاشتراك السنوي. قالوا له مزيان هاد المصبانه خاصك تقولنا بالضبط فين كاينه. فعلا وراهم المصبانه فين كاينه بالضبط. رجال الدارك توجهوا لداك المصبانه وراهم التصويره ديال مريم من بعد ما خرجوها من السجل. اول ما شافتها البنت اللي خدامه في المصبانه قالت لهم اه كنعرفها، راه ديما كتجيب حوايجها يتصبنوا، يعني بشكل يومي اما كتحدد شي حاجه اما كتصبن شي حاجه. قالوا لها واش كتعرفيها فين ساكنه؟ قالت لهم اه راه ساكنه غير في هذا الشارع، هي واحد الصديقه ديالها اللي سميتها زينب، راهم عايشين بجوج بيهم. انا نوريكم الدار ديالهم فين كاينه بالضبط، لان مره كنا حنا اللي كنصيفطوا لهم حوايجهم. فعلا البنت مشات معاهم وراتهم الدار اللي عايشه فيها مريم. اول ما وصلوا عياو ما كيدقوا عياو ما كيصونيو، ولاني ما كاين حتى شي واحد في داك الدار. ملي سولوا البنت قالت لهم انا عارفه ان عايشه مريم هي وزينب نفس الشقه، ولاني عياو ما كيدقوا عياو ما كيصونيو، واضح ان الدار ما كاين فيها حتى شي واحد. هنا رجال الدارك بداو كيقلبوا على مول الدار اللي كان كاري لمريم ولزينب حتى هي. فعلا السيد جا عندهم قال لهم انا راه كاري لهم بجوج بيهم، ولاني العقد راني نديرو بالسميه ديال مريم. ملي خداو العقد لقاو ان العقد ديال الكراء ديال داك الشقه مدير بالسميه ديال مريم. ملي سولوا على زينب واش كتعرفها شكون هي شنو هي كنيتها، قال لهم انا ما عارف عليها حتى شي معلومه. هنا المحققين تفكروا واحد الحاجه اللي كانت مهمه، وهي السوارت اللي لقاو النهار الاول في الجيب ديال الضحيه. جابوا داك السوارت وخداو الاذن عند النيابه العامه باش يدخلوا للدار ويبداو كيقلبوا فيها واش يلقاو شي حاجه اللي غادي تفيدهم. هذا الشيء كان تقريبا 15 يوم مور ما لقاو الجثه ديال مريم. فعلا مشاو لداك الشقه ملي داروا الساروت فعلا لقاو ان السوارت اللي كانوا في الجيب ديال مريم هما السوارت ديال باب ديال دارها. ولاني غيتفاجئوا ملي دخلوا لداك الشقه، الدار كانت خاويه ما فيها لا اثاث لا حوايج لا تلفازه لا حتى شي حاجه. ملي سولوا مول الدار قال لهم ما عرفت انا الشهر ديالي راني مخلص فيه، البنات بجوج بيهم كانوا ساكنين في هاد الدار، عندهم فين كينعسوا، شويه ديال الاتات شويه ديال الماعن بالاضافه للحوايج ديالهم. قالوا له واش ما قالولكش راه غادي نرحلوا؟ قال لهم انا راه ما قالولي حتى شي حاجه. ملي سولوا الجيران لقاو ان ما كاينش شي واحد اللي سمع شي حاجه، يعني كيفاش خرجوا الاتات ديالهم؟ كيفاش رحلوا بلا ما يشوفهم حتى شي واحد؟ هذه حاجه اللي ما فهموهاش المحققين. بداو كيقلبوا على صاحبتها اللي سميتها زينب بالمواصفات ديالها، يعني طويله غليظه ها شنو كتلبس ها فوقاش كتخرج، وركزوا على القضيه ديال فوقاش كتخرج لا هي ولا مريم. عرفوا من الناس كاملين ان مريم هي وزينب كيخرجوا حتى كدير 9 ديال الليل، النهار كله كيقيلوا جالسين غير في الدار، لان اصلا ما كيرجعوا من الزنقه تقريبا حتى للفجر، وبعض المرات كانوا ما كيرجعوش كاع. ملي سولوا الجيران فاش كانوا خدامين هاد البنات، الجيران قال لهم حنا راه ما عارفينهمش فاش خدامين،
وليني بجوج بيهم كانوا شادين سوق راسهم. ملي كيخرجوا من الدار كيخرجوا لابسين حوايجهم محترمين، ملي كيجيو مع الفجر عاوتاني كيجيو لابسين حوايجهم محترمين. عمرهم ما داروا شي فوضى، عمرهم ما داروا شي حاجه خايبه، يعني ما اداوناش، وحتى حنا ما بغيناش ندخلوا لهم في حياتهم. هنا المحققين حسوا براسهم كيدوروا في بلاصتهم، يعني ما كاين حتى شي دليل، ما كاين حتى شي خيط اللي غيوصلهم للمجرم. دازت تقريبا المده ديال 15 يوم وحده اخرى، واحد الصباح جا للدارك اللي كاينين في النواحي ديال مدينه خريبكا، غيتفاجئوا بواحد الراجل اللي دخلوا قدم راسو. قال لهم انا راه بغيت نقدم راسي، انا راني هو اللي قتلت داك البنت اللي لقيتوها مسيبه مع الطريق. قالوا له كيفاش؟ قال لهم انا غادي نعاود لكم كل شيء. انا واحد الليله كانت عندي الطوموبيل ديال صاحبي اللي النوع ديالها غولف، هاكي ديال الشكل ديالها، كنت غادي في الطريق، بنت لي مريم غاديه، وقفت لها وفعلا ركبت معايا. بقينا غاديين انا وياها واحد المده، في الاخر انا وياها ما تفاهمناش. قالوا له علاش ما تفاهمتوش؟ قال له ما تفاهمناش على الثمن، هي كانت كطلب بزاف ديال الفلوس وانا ما كانش عندي داك المبلغ كامل. تزايدنا في الهضره، بقيت كنضرب فيها. الساعه اللي بانت لي سخفات مشيت في الطريق بسرعه ودفعتها من الطوموبيل. ولني المحققين ملي داروا التحريات ديالهم اكتشفوا ان داك الراجل ما عنده لا دار لا طوموبيل لا حتى شي حاجه، هو اصلا واحد اللي غير متشرد، يعني ملي جاتو الطوموبيل ملي جاتو الفلوس ما عنده حتى شي حاجه. ملي بداو كيسولوه وكياكدوا معاه الهضره ديالو كانت مزاقله، يعني كل مره كيقول لهم شكل، نوبه كيقول لهم لقيتها غاديه في الطريق، نوبه كيقول لهم هزيتها من القهوه. وليني رجال الدارك قالوا له غتمشي معانا غتورينا البلاصه بالضبط فين سيبتيها. بقى غادي معاهم في السياره ديالهم، وليني السيد كان ما عارفش حتى البلاصه. قال لهم ما نعرفت انا ديك الليله راني كنت ناشط واحد شويه، داكشي علاش نسيت. عيوما كيحقوا معاه، وليني هو كان لاصق في الهضره ديالو. هذا الراجل سميتو المحجوب، وواحد اللي عايش غير في الزنقه. بالنسبه لرجال الدارك كانوا متاكدين انه اما شاد الفلوس من عند شي واحد، داكشي علاش اعترف على راسو. المهم كاين شي سبب، والحقيقه انه ماشي هو اللي قاتل مريم. ولاني واخا هكاك كان متشبت بالهضره ديالو، تيقول لهم قلتكم انا اللي قتلتها، يعني انا اللي قتلتها. قالوا له واخا هاد صاحبك اللي سلفك الطوموبيل دابا غتمشي معانا وغتقولنا شكون هو. وفعلا داهم عند واحد الراجل، قال له واش سلفتيه الطوموبيل؟ قال لهم انا عطيته الطوموبيل داك الليله. اين نهار الاربع تقريبا، هادي واحد الشهر، بجوج بيهم كانوا كياكدوا ان الطوموبيل داك الليله كانت عند المحجوب، والمحجوب براسو تيقول لهم راه انا اللي قتلتها. وفعلا الهضره شاعت ان البنت اللي طلقات مرميه مع الطريق واحد راه قدم راسو وقال لهم انا اللي قتلتها. النهار ديال السوق كلشي كان كيهضر غير على هذا الموضوع. واحد مول الهوندا كان واقف باش هكا كيوصل الناس، بقى كيتصنت، سمع جوج ديال الناس كيقولوا واحد مول الجولف راه هو اللي هز داك البنت، هو اللي تكرفص عليها وهو اللي سيبها مع الطريق. ملي سولهم قالوا له فعلا السيد راه قدم راسو وراه معترف بكلشي. قال لهم كي دايره الطوموبيل ديالو؟ قالوا له على حسب ما سمعنا ان كانت جولف حمراء، يعني صغيره، داك الموديلات اللي قدامين واحد شويه، هو اللي رماها مع الطريق وداك الساعه هرب. وليني مول الهوندا كانت عنده الحقيقه كامله. هاد الوقيته الراجل اللي سميتو محجوب واللي اعترف على راسو كان داز عند وكيل الملك، وفعلا كانوا غيبداو الاجراءات ديال المحاكمه. مول الهوندا قال لهم انا في الاول راني كنت خايف على راساتي، ولكن ملي سمعت ان واحد غيدخل الحبس وما دير حتى شي حاجه تشجعت وقررت انني نجي نقول لكم كل شيء. قالوا له كيفاش؟ قال لهم انا الليله اللي وقعت في هذيك الجريمه كنت شاد الطريق ديال السوق، كنت غادي بشويه عليا تغضب مني واحد الرانج روفر اللي كانت غاديه بواحد السرعه خياليه، تحلات الباب اللورانيه وترمت منها الجثه اللي لاحظت ان الراس ديالها ارتاط من طريق الشانطي وبقات غاديه كتكركب والراس ديالها كيتضرب مع الارض. قالوا له ايوا علاش ما تبعتيهاش؟ قال لهم ما نكذبش عليكم انا راني خفت على راسي، ملي شفت داك المنظر قللت السرعه ديالي وبقيت غير تابعها من اللور. ولين السرعه اللي كانت غاديه بها داك الطوموبيل كانت واحد السرعه اللي جنونيه. قالوا له واش ما خديتيش الارقام ديالها؟ قال لهم لا، وليني غنعطيكم مواصفات ديال الطوموبيل. الطوموبيل راه كانت فيها شي حاجه اللي مميزه، هي رانج روفر كحله
كبيره، الموديل ديالها اخر ما كاين، ولكن في الجاجه اللورانيه كاينه التصويره ديال واحد المغنيه اللي معروفه. قال لهم السميه ديال المغنيه، عطاهم مواصفات ديال الطوموبيل، وفعلا الرجال الدارك بداو في المرحله ديال البحث على داك الطوموبيل. اول حاجه داروها راقبوا الفيلا ديال داك البرلماني، ولكن بسريه تامه بقاو جالسين وحادين الطوموبيل اللي كتدخل واللي كتخرج، كيشوفوا جميع السيارات اللي عنده في الفيلا ديالو. وفعلا غتجيهم واحد الاخباريه ان كاينه سياره ديال رانج روفر اللون ديالها كحل، وحتى هي اللور فيها التصويره ديال المغنيه. هنا المحققين تحركوا مباشره للدار ديال البرلماني، مشاو عنده عاوتاني وقالوا له هاد الطوموبيل ديال من؟ قال لهم هاد الطوموبيل راه ديال ولدي، ولكن ولدي راه ما كاينش هاد الساعه. هما كان عندهم الاذن ديال الوكيل الملك انهم يقلبوا الطوموبيل ويشوفوا هكا واش فيها شي حاجه. بداو كيقلبوا داك الطوموبيل في اللوحه كلها، وفعلا في اللور ديالها غير لقاو اثر ديال الدم اللي كان مصبن، يعني الطوموبيل الدم اللي كان فيها تغسل النوبه الاولى والنوبه الثانيه، واخا هكاك تمكنوا انهم ياخذوا واحد العينه ملي قارنوها بالدم ديال مريم غتطلع العينه مطابقه. ملي سولوا على ولدو قال لهم انا راه ما عارفوش فين هو، ولدي راه ديما تالع ديما خارج كل مره في مدينه. واضح ان السيد كان كيغطي على ولدو. بداو كيقلبوا عليه، قلبوا في الفيلا ديالهم، قلبوا في الفيرما، قلبوا كاع الديور اللي كانوا ديال داك البرلماني، ولكن الولد كان غابر له الاثار. هنا رجال الدارك بالتنسيق مع الشرطه القضائيه ديال مدينه الدار البيضاء غيقلبوا شكون هو صحابه، فين كان كيقصر، مع من كان كيمشي. وفعلا غيتعرفوا على مجموعه ديال الاصدقاء ديالو اللي جابوهم لعندهم وبداو كيحقوا معاهم. واحدين داك صحابو كانوا ديما معاه، يعني ما كيتفارقوش معاه نهائيا، جابوهم لعندهم وبداو كيحقوا معاهم وكيزيروا فيهم. وفعلا واحد يوم غادي يعترف بكل شيء، وهذا الشيء اللي غيعترف به شي حاجه اللي انا متاكده انها غتصدمكم. قال لهم داك الليله قبضها وعطاها قتله ديال العصا، وفعلا كنا غاديين في السياره وطلب مني انني ندفعها على برا. ملي سولوا على السبب شنو هو، قال لهم ان مريم كانت على علاقه مع الاب ديالو وكانت كتمشي معاه، ولكن البنت ما كانش عندها علاقه مع الاب. البنت كانت مصاحبه حتى مع ولد البرلماني، كانت كتمشي هي وياه للدار. يعني مريم كانت عندها علاقه مع الاب ومع الابن، وكانت كتمارس معاهم بجوج بيهم. ملي عرف مصاحبتها واللي كانت عايشه معها واللي سميتها زين انها حامله، هنا الولد كان غيتسطى، لان ما عرفش مريم واش حامله من الاب ديالو او لا حامله معاه. وفي كلتا الحالتين كان خصها تحيد داكشي اللي في كرشها، ولكن ملي قالها لها قالت له ابدا الا بغيتي نحيد هادشي اللي في كرشي غتعطيني واحد المبلغ اللي كان خيالي. ولد البرلماني واللي سميتو هيثم كان ما باغيش ان باه يسيق له الخبر ان حتى هو كيمشي مع مريم، لان قال مع بالو بايلا ساق لي الخبر انني كنمشي له مع صاحبته ما غاديش يعجبو الحال، وخصوصا ملي لقاها حامله. داها لعندو للدار وبقى عليها بالعصا وكيقولها تحيدي هادشي اللي في كرشك، ولكن البنت قالت له ابدا هادشي ما غنحيدوش. بقى كيضرب في هذاك الليله، وفي الاخر خدا واحد الزرواطه اولا واحد العصا وضربها للراس ديالها. داك الساعه مريم فقدت الوعي وغالبا دخلت في غيبوبه، لان حاولوا انهم يفيقوها ولكن البنت ما بغاتش تفيق. هادشي كله وصاحبتها اللي سميتها زينب كانت حاضره من الاول حتى للاخر. ملي لقاو ان البنت ما كتحركش هو وصحابو هزوها ورموها في اللور ديال الطوموبيل. ملي وصلوا لذاك الطريق خاويه قرروا انهم غادي يسيبوها. هذاك اللي سميتو هيثم هو اللي كان صايب، مشى بواحد السرعه اللي كانت جنونيه، وصحابو تكلفوا انهم هما اللي غيسيبوا مريم من الطوموبيل. صاحبتها داك الليله رجعوا عندها قالوا دابا غتمشي تجمعي حوايجك، غتجمعي داكشي كله اللي كاين في الدار، وغتمشي غنجلسوك فواحد الدار، الحاجه اللي بغيتيها غنجيبوها لك، خلي حتى تبرد هاد القضيه مزيان، داك الساعه بغيتي تخرجي ولا بغيتي ديري اي حاجه ديريها. فعلا حتى هي خافت على راسها، لان ملي كانوا كيضربوا مريم هي كانت حاضره معاهم. رجعت للدار هي والاصدقاء ديالو، هزوا الحوايج غير بشويه، خرجوا الاثاث في الليل بلا ما يسيق لهم الخبر حتى شي واحد. جمعات كاع الحوايج، المكياج، الحوايج ديال مريم، يعني الدار خلاتها مشطبه ما فيها حتى شي حاجه. وفعلا متوجهوا لذاك الدار لقاوها جالسه
واعترفت لهم بكل شيء. قلت لهم انا هذا الشيء ما عندي فيه حتى شي يد، انا الوقت اللي كانوا كيديروا هذاك الشيء كنت باغا نهار في حالاتي، باغا نعيط للبوليس، ولاني هما كانوا اربعه بهم وكلهم وحدين اللي واصلين. قلت مع بالي الا مشيت تتفافيس حتى انا غادي يصفيوها لي، وما كاينش اللي غيجيب خبرنا بجوج بينا. هما داك الليله قالوا لي غتمشي معانا وغتجمعي كاع الحوايج، غتمشي معانا لذاك الدار وغتجلسي فيها، ما تخرجي منها حتى تبرد هاد القضيه نهائيا. قلت لهم انا راه كانوا سادين عليا بالساروت، ما عندي لا تليفون لا حتى شي حاجه، كنقيل مسجونه، وهما مره مره كانوا كيجيو عندي للدار كيجيبوا الشراب وكيبقاو قصارين معايا، ولين ملي كيكونوا خارجين في الصباح عاوتاني كيسدوا الباب. هنا المحققين بعد ما خداو الاعترافات ديال البنت وديال صاحب هيثم غيديروا واحد المذكره ديال البحث وطنيه، وفعلا غتبدا المرحله ديال البحث على هيثم. داز تقريبا واحد الاسبوع وغادي يقبطوا في مدينه طنجه، كان كيحاول انه يمشي لاسبانيا، وفعلا لا هو ولا ثلاثه ديال صحابو غيدوزوا للمحاكمه وغيتحكم عليهم بالمؤبد. بالنسبه لذاك السيد اللي سميتو المحجوب واللي كان اعترف على راسو، ملي قالوا له رجال الدار صافي حنا عرفنا القضيه، عرفوا منه ان خدم منهم واحد المبلغ كبير. قالوا له شتي الا دخلتي للحبس راك غتعيش مالك، الحاجه اللي بغيتيها اللي تشهيتيها غتبقى تجيك كل ساعه، وكل شهر غنبقاو نخلي لك واحد المبلغ في الحبس اللي هو كبير، بحيث انك في وسط الحبس غادي تعيش كما بغيتي. قال لهم انا ملي سمعت هاد الهضره وانا عايش غير في الزناقي كندور، قلت اللهم ندخل الحبس وانا عندي فلوسي نعيش مبرع مع راساتي في وسط الحبس، حسن ما نبقى جالس في الزنقه غير كندور. وفعلا حتى هو غادي يتحاكم بالمده ديال 5 سنين. بالنسبه للصديقه ديالها حتى هي غدوز واحد المده سجنيه، ولاني ما نكتبش عليكم في المسطره ما كانش واضح بالضبط شحال دوزات. القضيه ديال هاد الليله كما قلت لكم في الاخر الاحداث غادي يتقلبوا، قضيه اخلاق فيها والمبادئ ما عندهم حتى شي قيمه، لا من جهه الاب اللي باع بنته وكان كيشد منها الفلوس وما كيعرفهاش منين كتجيبها اصلا، ولا من الجهه ديال الاب والابن ديالو اللي بجوج بهم كانوا غاديين في طريق الحرام ومع وحده، وهذه حاجه اللي ما كيستوعبهاش العقل. البنت حامله وما عارفه راسها لا واش حامله من الاب ولا حامله من ولده، يعني شي حاجه اللي مقززه. القضيه ديال هاد الليله هنا غادي تسالي. نتمنى من اي واحد شاف هاد القناه وطبعا عجبو المحتوى ديالي ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصل الجديد. السلام عليكم.